فعليا ربما المفاجأة الوحيدة كانت تقسيم الأصوات، 8 أعضاء أيدوا لتثبيت الفائدة عند 5% وعضو واحد فقط هو الذي كان عضوة واحدة فقط كانت تؤيد خفض الفائدة اليوم. ربما العناوين الرئيسية إضافة إلى ذلك هي أيضا أن البنك صوت بالإجماع أو لجنة السياسة النقدية كذلك صوتت بالإجماع للكوانتيتيف تايتنينج أو تقليص حيازة البنك من سندات الخزانة التي يمتلكها بوقع 100 مليار جنيه استرليني على مدار ال 12 شهر القادمة لرقم يقترب من 600 مليار جنيه استرليني على مدار الفترة القادمة. ماذا قال بيلي في البيان علما بأنه نحن لا ننتظر مؤتمرا صحفيا، فأمامنا فقط هذا البيان لتحليل قرار البنك والدوافع وراءه. البنك يتحدث عن أنه هو سيتبع سياسة تدريجية gradual approach، هذا هو المناسب أو هذه هي السياسة المناسبة في الوقت الراهن لخفض الفائدة. وأيضا كان ملفت جدا حتى في البيان الصادر يقول البنك أن السياسة اليوم أو التحرك من قبل بنك أوف إنجلند سيكون فيه نوع من التدريجية أو التأني أكثر من الفيدرالي والإي سي بي more gradual، يعني كان واضح جدا كلام البنك. إضافة إلى ذلك يقول أندرو بيلي أنه من المهم جدا أن يظل معدل التضخم عند مستوياته المتدنية والبالغة 2.2%، ولذلك يقول لنضمن أن التضخم لن يعود مثلا ليرتفع من جديد يجب أن ألا نتسرع لخفض الفائدة بشكل سريع أو بشكل أكبر مما هو متوقع. وأخيرا نذكر هنا أن البنك أيضا أعطانا توقعات مستقبلية جديدة بشأن النمو، يتحدث عن نمو في نطاق 0.3% خلال الفصل الثالث من السنة. يقول أن التضخم سيرتفع من 2.2% الآن إلى 2.5% بنهاية السنة الجارية، ولكن بعد ذلك سيتراجع. السيرفيس السي بي آي أخيرا يشير بشكل خاص إلى تضخم الخدمات ويقول يعني كأنه هذا هو أحد الأسباب التي جعلت البنك يمتنع عن تغيير السياسة أو تخفيض السياسة اليوم، أنه تضخم الخدمات يقول بحسب قرار البنك elevated جدا عالي جدا، ولكن يتوقع إشارة إلى أنه التخفيض قادم، أنه البنك يتوقع أنه تضخم الخدمات سوف يتراجع بشكل تدريجي. خلاصة الموضوع نادين أنه تقريبا أصبح الأمر محسوم أنه الخفض سيأتينا في نوفمبر وسيكون بواقع 25 نقطة. كارينا، طبعا الأسهم الأمريكية أنهت جلسة البارحة يعني نوعا ما مستقرة مائلة للتراجع وفقدت معظم مكاسب الجلسة عقب صدور قرار الفيدرالي، ولكن في هذه اللحظات العقود الأجلة الأمريكية تسجل مكاسب. العقود الأجلة للناسداك ترتفع ب 2%، الأس أم بي بأكثر من 1.5%، فلماذا هذا التغيير في ردة فعل الأسهم الأمريكية؟ يعني كأن الأسواق كانت تحتاج ناصر المزيد من الوقت أو فترة زمنية معينة لتحلل القرار وتصل إلى قرار نهائي بشأن كيف تقرأ هذا القرار. وعلى ما يبدو بحسب العقود الأجلة التفاعل إيجابي وإيجابي جدا، خاصة بالنسبة للأسهم التي تتأثر بالسياسة النقدية. فمثلا العقود الأجلة للناسداك ترتفع في نطاق 2%، مؤشر الراسل 2000 مؤشر مهم جدا للشركات الصغيرة والمتوسطة الأمريكية أصلا كان ارتفع يوم أمس، ولكن حتى ساعة الفيوتشرز للراسل 2000 تشير إلى ارتفاع 2.5%. ما هي الأسهم المرتفعة في الجلسة الأمريكية قبيل الافتتاح؟ الأسهم التي تعتبر growth stocks أو حساسة أيضا لنسبة الفائدة. متى مرتفعة؟ مايكروسوفت السهم أيضا يحقق مكاسب، ألفابت، أسهم شركات الرقائق، إنفيديا، AMD، Advanced Micro Devices، Broadcom، كلها صاعدة اليوم. أيضا ملفت أن الأسهم البنكية كذلك تحقق مكاسب في الجلسة أو في التداولات الإلكترونية، JP Morgan، بنك اوف امريكا، ويلز فارجو، سيتي، كلها تحقق مكاسب في هذه التداولات الالكترونيه، الى جانب ارتفاع للذهب ايضا النحاس، وكذلك ايضا يعني العديد من الاصول مرتفعه خلال جلسه اليوم. اخيرا ناصر، ماذا تتوقع الاسواق؟ يعني كيف تغيرت الرؤيه؟ الاسواق اليوم تحتسب خفض بواقع 72 نقطه من قبل الفيدرالي قبل نهايه السنه الجاريه، الدوت بلوت تحدث عن 50 نقطه، وذلك يعطي اشاره الى ان الاسواق ربما تقديراتها اكثر تفاؤلا بعض الشيء من الرساله الرسميه صدر من البنك. كارينا، سنفصل على كل التوقعات المستقبلية، بس بشكل سريع جدا كارينا، وين رأينا حركة بالأسواق أيضا اليوم عالميا؟ نادين، نتابع بالطبع اخبار يوني كريدت وكوميرس بنك، وكأن ربما هناك يعني قد نقول نوع من الحرب الكلاميه نشبت ما بين يوني كريدت من ناحيه والجهات الالمانيه المختلفه من ناحيه اخرى، لانه الرئيس التنفيذي يوني كريدت اندريا اورسال يدلي تقريبا كل يوم بتصريحات جديده في الصحف الايطاليه، اخرها عندما قال انه هو يرى انه الحكومه الالمانيه تقبلت شراء يوني كريدت جزء من حصتها، يعني الحصه التي بنتها 9% كانت جزئيا من الحكومه الالمانيه. يقول انه ذلك عاد الى ثقه الحكومه الالمانيه في اداره يوني كريدت.
زادت، ولكن اليوم بحسب صحيفة الفاينانشال تايمز واضح أنه هناك بالعكس استياء، يعني بحسب التقارير أنه الحكومة الألمانية كانت مستاءة من هذه الخطوة التي قام بها يوني كريدت، وكأنه حتى يعني وصفت المصادر أو وصفت المصادر هذه الخطوة بأنها كانت خطوة فيها نوع من الخباثة. فهل سنرى محاولة لعرقلة هذه الصفقة من قبل مجلس إدارة البنك من قبل السلطات الألمانية؟ هو قدم فعليا أندريا أورسال أكد قدم طلب للإي سي بي لزيادة الحصة إلى قرابة 30%، لا نعرف إذا ما كان الإي سي بي سيوافق على ذلك. وفقط نقطة أخيرة نادين، من هو رئيس كوميرس بنك اليوم؟ هو ينز فيدمن الذي كان سابقا رئيس البوندس بنك الألماني، الذي كان طبعا ينتقد سياسات إيطاليا في الالتزام بالضوابط في الموازنات. فهناك خلفية كبيرة ربما يعني قد تقول هيستوري في هذه العلاقة بين الأشخاص التي ستتخذ القرار في هذا الأمر.